يسعدني ويشرفني ان انا اجي اتقدم لبنتك كرماز لاخويا الصغير. قبل ما نبدا الفيديو عشان بس معانا خناقه مع خناقه ثانيه في قنوات بيتحدونا النمراويه فين عشان بس معانا مشكله كبيره. غاده بتتحداني في الكبسه يا جماعه ونزلتها على القناه، ادخلوا بسرعه شوفوا الفيديو بتاع الكبسه ده وشوفوا الكبسه بتاعتها احلى ولا بتاعتي. هي اكلها حلو قوي، عامله وصفات احلى بص من اي حاجه ممكن تتخيلها، بس طبعا مش احلى من مراتي. انتوا خشوا احكموا، عندها كم وصفات اكل مش طبيعيه وحاجات جميله جدا جدا جدا. ايه يعني التحدي بعيد عن الكلام ده كله، هي شاطره جدا جدا والله العظيم، بتقول وصفات حلوه قوي وسهله جدا. انا بقيت باخد وصفاتها يعني بقيت ببتكر في المطبخ بسببها. خشوا اتعلموا منها وشوفوا بقيه الفيديوهات، احسن حاجه فيها اللي هي بتعمل اكلات باسعار بسيطه بحاجات بسيطه على قد الايد. اولا قناه اسمها وصفه من القلب مع غاده، هي فعلا بتدخل القلب. في تحديات كتيره جدا معاها الفتره الجايه، ادخلوا بسرعه على وصفه الكبسه بتاعتها والوصفه بتاعتي وشوفوا مين الاحلى والقرار النهائي ليكم. انا روحي رياضيه جدا، فلو هي عملتها احلى اكتبوا لها انت عملتيها احلى. هنحط لكم لينك تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت، وقولوا لها رايكم بصراحه في الاكل. اكتبوا عند الفيديو بتاع الكبسه بتاعها احنا النمراويه وايه اللي عجبكم اكتر. بامانه لو عجبتكم اكتر لازم تكتبوا. من موقعنا هذا بنحييك يا غاده، ربنا يا رب يوفقك، بس برضه احنا هنكسب في التحدي واتقالوا وشوف التحديات اللي الفتره الجايه اللي هتنزل على القناه عندها. يلا بينا نكمل بيت الفيديو. يا نمروية يا وحشنا. وحشتونا جدا جدا، وحشتنا القعدة دي. احنا بقالنا فترة متبهدلين في الشوارع والله العظيم، اتبهدلنا بهدلة، مصور لكم حاجات كتير حلوة قوي قوي قوي، بس النهاردة قلنا نفصل بالفيديو ده عشان خاطر في شوية أسئلة كده كتير اتسألت، فقلنا لا لازم نطلع نرد على الناس ونطلع نتكلم ونعرفكم احنا هنعمل ايه الفترة الجاية وبنعمل ايه وصورنا ايه، هنعرفكم كل حاجة وهنرد على أسئلة كتير جدا جدا مكتوبة لنا في الكومنتات ومبعوتة لنا على الانستجرام. احنا قسمنا الأسبوع نصين، جزء اللي هو بقى التجارب اللي احنا بنعملها في الشارع والكلام ده كله، وجزء تاني المحتوى العائلي اللي انتوا بتحبوه، اذا كان بقى تحديات مقالب فلوجات والحاجات اللي انتوا بتحبوها دي. عشان فيديوهات الشارع فوق ما ممكن تتخيلوا، بتحتاج مجهود وتجهيزات، تعب مش طبيعي. باذن الله نعمل لكم الاثنين وان شاء الله نعمل لكم احسن محتوى في الدنيا بدعمكم انتم لينا. قبل ما نبدا تعالوا بس هنا كده، الناس اللي دخلت مش عاملنا فولو على الانستجرام، والله العظيم عيب، ما تصغرناش في وسط اليوتيوبريه. الناس اللي مش عاملنا فولو على الانستجرام خشوا بسرعه عملنا فولو على الانستجرام، واللي مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس دوس لايك على الفيديو ده بسرعه بسرعه بسرعه، ويلا بينا نبدا الفيديو. ومعانا اول سؤال بيقول هرماس وحشتنا ونفسنا نشوفها. هي وحشتنا احنا كمان، بس للاسف يعني احنا قبل حتى ما نطلع الفيديو ده احنا فكرنا كتير قوي في اللي احنا هنقوله. انا وايه بقى لنا 3 ساعات بنتخانق مين اللي يشيلها في الفيديو. المشكله الواحد بشيلها كده خلاص، دراعي كله بيتخدل وهي فرحانه، ما عنديش مانع اطلعها في الفيديو، بس مين اللي هيشيلها؟ انت. بس انا راجل في بيتي بقول في بيتي. يا تفاجأ فاجأ وما سميش بابا يا ناس. اهلي اكلي بابا فين؟ اكلي بابا تحشين قوي. يلا روحي كده خلاص كده، طلع معاكي معانا اهو كده 5 دقايق راحوا. السؤال التاني ايه؟ طب يا حبيبتي جميله جميله، خلفة البنات حلوه قوي، خلاص يا عسل. لا ما ينفع كده الكلام ده علاش يا حبيبي. يلا يلا نكمل. تاني سؤال، ليه عملتوا فرح تاني؟ طبعا احنا معروفين كل ما نبقى فاضيين بنعمل فرح. كل اللي سال السؤال ده اصلا ما شافش الفيديو، احنا ولا عملنا فرح تاني ولا عملنا اي حاجه، دي تجربه من التجارب اللي احنا كنا بنعملها. يا جماعه ده مش فرح تاني، ده مجرد مقطع من فيديو، حاولوا تشوفوا الفيديو كامل هتفهموا الموضوع كله. بعد اذنكم محدش يحكم على فيديو غير لما يشوفه كامل، اتعود اتفرج على الفيديو كامل اذا كان بقى عندنا وعند اي حد، وبعد كده احكم على الفيديو اذا كان بقى حلو وحش، عايز تقول اي كومنت، بس اهم حاجه وانت بتقول الكومنت اكتب كومنت اللي بيقدم محتوى يستفاد بيه، يعني اذا كنت بقى بتغلط فيه او بتهينه او الكلام ده كله هيروح مثلا مسح الكومنت، لو انسان مش كويس هيرد عليك بشتيمه، لكن لو انت بتنتقد مهما كان الكومنت بتاعك في انتقاد بس باسلوب كويس والله العظيم الناس كلها تحترمك. اسمها نقد ايجابي، يعني نقد عشان ساعدك اطور من محتواك. انتوا بتعملوا فيديوهات عشان المشاهدات؟ لا طبعا، اصلا عامل الفيديوهات دي عشان خاطر انا وانا اتفرج عليها بس،
ما طلع عشان خاطر المشاهدات. يعني ايه ابقى عامل فيديو طالع عيني بمنتج فيه يومين وبصور فيه يومين وفي الاخر ما يعني ما يبقاش فيه مشاهدات؟ لا طبعا الفيديو فيه مشاهدات كويسه وكومنتات كويسه، بعرف ان الفيديو ده عجب الناس فببقى مبسوط وبتشجع اعمل فيديو احسن. اكيد وانا عملت اكله حلوه مش هاكلها انا واقول الله ده طعمها جميل، لا احنا كلنا بنقدم عشان المشاهدات، بس احنا في النهايه بنحاول نقدم محتوى ترفيهي له هدف، سواء الهدف مباشر او غير مباشر. هل تقبل هرماس تتجوز واحد اكبر منها؟ قلت يعني اكثر اسئله انا جمعتها بخص هرماس ولا اصغر منها، يعني ولا اكبر منها ولا اصغر منها. نمر يا جماعه بيغنى عليه، سيبكم من ان هي بامبينو صغير وكتكوت و... بس يا ماما خلاص يعني بقى. لو في طفل جد من 6 شهور لسنه انت عشان ما تقفلش الفيديو. لا والله انا بضحك. ايه هدفكم من الفيديوهات اللي بتعملوها؟ قولي انت الاول. انا طبعا انا عارفه هدف نمر لاني سالته قبل ما نبدا اي فيديوهات مشتركه مع بعض، والحمد لله لان هدفنا واحد باذن الله باذن الله هنستمر. بالنسبه لي هدفي نقل الرساله حتى بطريقه مباشره او غير مباشره، دايما عندي رساله، لا يا جماعه الزواج فيه حاجه حلوه، مش كل حاجه وحشه ابدا، دي حاجه انا باكدها، اكيد في ايام صعبه بس في ايام حلوه، ان احنا بجد مفيش رساله. لا والله الرساله ان انا بقدم فيديوهات ليها علاقه بفيديو يا ابني نزلني طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. فيديوهات الكابلز انت قلت الرساله غلط. طيب بصوا سيبكم الكلام اللي انا قلته ده كله منتجوا امانه. لا مشكلتي هي ما لمتش. ايه هدفك بقى؟ ايه هدفكم من الفيديوهات اللي بتعملوها؟ هدفنا وراء الترفيه في رساله، اخدتوا بالكم منها او ما اخدتوش بالكم منها، بس في رساله يا رب تكون وصلت حتى لو 1% من المتابعين بتوعنا. طبعا حسام مصطفى خضر من الشرقيه، من الشرقيه ابو حماد. والله العظيم ايوه اتفضل عايز ايه؟ مش عارف اكمل. طب اتفضل هدفك ما نشوف. هدفي الاول والاساسي عايز هدفي الاول والاساسي نسيت كل اهدافي. انا هدفي والله العظيم ابسط اي حد يتفرج عليا ان انا اشوف شخص مبسوط، ده لوحده بيخليني مبسوط. سؤالي اللي بعد كده، موقف مضحك ومحرج حصل لك يا نمر، يعني يكون بيضحكك بس محرج ليك. في موقف محرج ومضحك ونايبه، يعني انا مش عارف اللي انا عملته ده باين الحت باين. في مره كنت مطبق يومين ما بنامش، فجي قلت خلاص بقى انا خلاص هنام وبتاع، ونمت انا معرفش سامع في ودني صوت خطبه، صوت خطبه الجمعه، قمت بسرعه اتوضيت عشان اجري الحق صلاه الجمعه، واخد المصليه ولابس الجلابيه البيضاء وحاطط بقى ماسك رايح اصلي الجمعه. ببص مفيش ناس في الجامع، قلت في ايه؟ ممكن يكون مثلا عشان خاطر الجمعه اتاجلت؟ او لا انا قلت ممكن يكون مثلا عشان خاطر كورونا، وقعدت متضايق الناس فعلا ليه ما صليتش. ابص قلت في حاجه غلط مش فاهمها، الجامع فيه ناس بس مش ليل مش بالكم بتاع يوم الجمعه. فرحت مصلي اول ركعه قلت الراجل ما بيقراش في صوت عالي ليه؟ تاني ركعه ما بيتكلمش برضه، قلت استغفر الله العظيم يا رب. فين وفين لما اخلص بسال الراجل بقول له النهارده مش الجمعه اللي جمعه تاني. رحت صليت الجمعه يوم الاربعاء كان شكلي نيله. هل حصل لكم مواقف زي كده يعني مضحكه ومحرجه في نفس الوقت؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، يعني بنحب نقراها جدا. اغرب موقف حصل لك يا ايه مع نمر؟ اغرب موقف حصل لي من نمر لما اول مره نعزم بابا وماما واخواتي واصر ان هو اللي يتبل الفراخ المشويه ويشويها. اول ما دقنا الاكل فبقول له الاكل على فكره مسكر جدا، فهو فاكر ان مسكر جدا ده يعني على فكره ده كان فيديو مصوره. فبقول له الاكل مسكر جدا فيقول لي اه شكرا ربنا يخليك. يا ابني بجد لا الاكل مسكر يعني في سكر، فقال هو انا فعلا حطيت ايدي بس ايدي مش للدرجه. وفاكر كل ده احنا بنجامله اللي هم بيجاملوني، قلت لي اصلا حطيت مكان الملح سكر. ايوه اول مره ناكل ومبقاش عايزين نحل بعديها. اخر سؤال معانا هو عايز اتقدم لبنتك هرماس. ايه عاجبهم ايه النهارده في هرماس؟ في ايه؟ بقول لكم ايه؟ انا مش طالع هرماس معايا تاني. عشان البنت شكلها توجعني دماغي من اولها كده، فلا مش هينفع كده. ده كده استهبال. بنتنا لسه هتخش حضانه، لما تخلص حضانه ان شاء الله نبدا بقى نفكر في الموضوع ده ان شاء الله يعني. ربنا يكرم كده و ازيك يا ياسر عامل ايه يا قمر؟ ايه العسل والبدل الجامده دي؟ ده فرح ولا ايه؟ ايه ده؟ ازيك؟
ايوه عايز ايه يسعدني ويشرفني ان انا اجي اتقدم لبنتك كرماس لاخويا الصغير. عايز ايه عريس؟ استنى يعني انت عايز تتقدم بشهادتك وشرفك تتقدم لاخوك الصغير؟ يعني مش ليك انت اصلا؟ لا مش ليا هو اخويا الصغير. معلش انت عايز ايه يا جد؟ عايز ايه؟ اجوز بنتك. تعالى يا تيلا اهو. لو شفتك هنا انت ولابس بدلتي تنحرك لك يا ما شفتش حد اسمه هنا تاني اه. اوعى. Bye.